السلام عليكم. في سلسلة الفيديوهات التي تعرفنا بالإمكانيات السياحية الهائلة في الجزائر، اليوم نعرفكم بفندق توات الذي يقع في ولاية أدرار، واللي يعد واحد من أجمل الفنادق في الجنوب الجزائري، حيث أنه تم تجديده وتحديثه وإعطائه لبسة معاصرة في يعني السنة الماضية، وإعادة فتحه الآن يبقى جوهرة في ولاية أدرار. إذن وأترككم بدون ما نطول عليكم، تتابعون وتتعرفون على هذا الفندق الرائع، فندق توات بأدرار، وأترككم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم.